التدخين السلبي موضوعنا بأهالينا. المدخن السلبي أيهم الأضرار اللي بتكون عليه أكتر بكتير من المدخن العادي، هذا الشيء كلنا بنعرفه أكيد أكيد. كل عائلة فيها ناس مدخنين وناس ما بيدخنوا، بيقعدوا مع بعض اثنيناتهم بيمرضوا. مثل ما حكينا يمكن المتضرر الأكبر هو الطفل ما بيدخن أو الطفل، صحيح بشكل عام. خلينا نحكي عن أسباب وأضرار هذا التدخين بعد هذا التقرير. كل ممنوع مرغوب، ولكن بالنسبة للمدخنين لا يأبهون لمثل هذه العبارات، وربما تبدو لهم مجرد إضافة على شكل العلبة، وما يهمهم السيجارة الموجودة بداخلها فقط. هؤلاء لا يكترثون لصحتهم وصحة من حولهم الذين يتضررون أيضا من دخان السجائر تحت مسمى التدخين السلبي. تعرف منظمة الصحة العالمية التدخين السلبي بأنه الدخان المنبعث من منتجات التبغ المحترقة في أفواه المدخنين، وعند انبعاث هذا الدخان في الهواء ولا سيما في الأماكن المغلقة يستنشقه جميع الموجودين، مما يعرض المدخنين وغير المدخنين على السواء إلى آثاره الضارة، وهي آثار تتخطى مجرد المضايقة. وتفيد إحصائية من المنظمة أن حوالي 700 مليون طفل يتعرضون للدخان السلبي داخل البيوت بوجود أبوين يدخنان، كما أن للتدخين آثار سلبية ضارة صحية على الجنين وهو في بطن أمه. تكمن معاناة المدخنين السلبيين في استنشاق نحو 4000 مادة كيميائية، منها 50 مادة مسببة للسرطان، بالإضافة إلى الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والعديد من أمراض الجهاز التنفسي التي تؤدي إلى الوفاة. تتفق جميع القوانين المحلية لمعظم الدول على حماية غير المدخنين من مخاطر التدخين السلبي كمنع التدخين في الأماكن المغلقة، فإذا كان المدخنون قد تنازلوا طوعا عن حقهم في هواء نظيف، فهل من حقهم أن يحرموا غير المدخنين من هذا الحق؟ لنحكي أكثر عن هالموضوع معنا في الاستوديو طبيب الأسرة الدكتور علي كمال الدين. مساء الخير دكتور. مساء الخير. مساء الخير. بداية، هل أضرار التدخين بشكل عام هي نفس أضرار التدخين السلبي أو تختلف يعني أقل أكثر؟ هي متقاربة يعني. متقاربة. التدخين العادي أو التدخين السلبي هي متقاربة، عم يستنشق هذا الشخص سواء بإرادته إذا كان مدخن أو بدون إرادته إذا كان شريك حياة أو أطفال أو زميل عمل أو بالحافلة أو بالأماكن العامة، مضطر يستنشق هذا محروقات التبغ عن طريق الهواء يعني مع جهاز تنفسي. في ناس بتحب أنه يعني هلأ كان عم يحكي المخرج أنه هو صار له موقف التدخين 3 أيام بس عم يلزق بالمدخنين وين بيشوف مدخنين عشان يشم الريحة. شو هي الظاهرة؟ مشان بياخد هو بياخد من نيكوتين، بياخد نيكوتين وبياخد يعني هو عن جد في نسبة بتكون بالدم بتشكل إدمان وبتخليه يضل محتاج النيكوتين فترة لينضف جسمه منه. أكيد، لأنه هي عملية بالدماغ بترتبط يعني النيكوتين بيصير له مستقبلات بالدماغ، مادة الدوبامين بتعطي إحساس بالانتعاش أو بالسعادة. أنا بيقول لك سيجارة عند الغضب إنه والله سيجارة عزفر بتهدي، وسيجارة عند الفرح كمان بتروقه بزيادة، يعني مرتبطة هي يعني هي اعتياد وإدمان يعني. في ناس بتاخذها مثل ذريعة، بتقول إنه زوجي مثلا بدخن فأنا خليني دخن أحسن ما ضل شم دخانه، فبتصير بتدخن. هي بهالحالة إنه عادي فعلا إنه هي عم تاخذ نفس الضرر تقوم تدخن؟ يا بتصير تدخن بصير ياخذ بتاخذ أكثر يعني أضعاف، تاخذ مضاعف أكيد حسب نوعية الدخان وحسب إذا دخان سجائر خفيفة أو دخان سيجار. أو سيجار واحد يعادل نص علبة سجائر عادية يعني، أو دخان النرجيلة وهذا المنتشر المعسل شباب وبنات بالمقاهي كمان مضاره، كمان مضاره كتير كبيرة يعني. طيب كيف نحمي الحامل والطفل بعمر صغير من مضار التدخين السلبي؟ قولا واحدا أنه يعني شريك الحياة ما يدخن في المنزل يعني، ولا يجامله ضيف إذا جل عندهم يقدموا له تبسية سيجارة أو يحطوا له المقبلات تبع الدخان يعني. مفروض قولا واحدا في الأماكن المغلقة ما يكون. إذا دخن
ضيف وما قدروا يقولوا لا شو بنبعد الاولاد على غرفه ثانيه وبنفتح النوافذ، بنبعد الاولاد على مكان بعيد شوي، رغم انه الدخان الدخان بيتم في البيئه يعني الدخان الجانبي اللي بيطلع من الشخص والدخان اللي بيبقى بالغرفه بيبقى ساعات بالغرفه يعني حتى لو طفى وراح. التدخين السلبي ممكن يصل لدرجه خطوره التدخين العادي؟ هل هو خطر يعني في طبعاً حتى خطر لانه حتى امراض الـ 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 الامراض المزمنه وامراض السرطانات بيرفع نسبتها عند الشريك اذا كان احد الزوجين يدخن ترتفع النسبه 25% يعني يعني السرطان. خلينا نقول ما لازم يكون في اي استهانه بهذا الموضوع، يكون في شيء صارم بالبيت، قانون صارم، الاب اللي بده يدخن او الام يطلعوا برا. اداب واخلاق يعني انه الاطفال هذول ما ذنبهم، الطفل الجنين اللي ببطن امه شو ذنبه هذا يولد خديج او يولد ناقص الوزن او يولد معه عاهه في الدماغ بسبب انه الاب كان مدخن وبكسره في البيت او احيانا بالاسره. لا بالاسر هون بتلاقي الجد كمان بيدخن وبيدخن هذا الدخان التمباك التبغ العربي هذا لف اي هذا بيبقى يعني نسبه الاضرار فيه مرتفعه يعني مرتفعه ولا اقل بما انه ما في كثير مواد كيماويه بتبقى اكثر يعني بتبقى اكثر اي طيب نحن بدنا نشوف فيديو من منظمه الصحه العالميه عم تحذرنا من التدخين. حرر نفسك بس ما بعتقد حدا رح يحرر نفسه الا من وراء هالفيديو. هذا الشيء اللي بدي اقوله انه اوقات السيجاره فعلا بتكون فارضه على صاحبها شروط معينه، يعني مثلا هلا بتركيا كثير اماكن ممنوع فيها التدخين، بتلاقيه بالبرد بيطلع بده يدخن، هم يدخن برا، حتى اوقات بالشوب بده يطلع برا مشان يدخن، فهي فعلا بتقيد او بتاسر صاحبها؟ اكيد لانه بتحدث ادمان هي يعني في ادمان يعني شخص بيكون يعني مرهون لهذه العاده يعني السيئه يعني صحيح. طيب وبالنسبه للسيجاره الالكترونيه في ناس بتقول انه انا بطلت دخان بس لسه بدخن سيجاره الكترونيه لانها اخف، هل هالشيء صح حقيقي ولا هو بيتحولوا يعني من السيجاره العاديه للالكترونيه؟ والله فيها اضرار لانه فيها مواد كيميائيه، بالتالي هن عم يحدثوا بطاريه ويعطي شراره واحتراق وبيحطوا مواد فيها، بيجيبوا مواد بيقول لك هذا 0.2 هذا 0.3 هذا 0.4 نسبه النيكوتين. النيكوتين فيها مواد كيميائيه وضارة يعني بس للي قاعد معنا كمان هي ضارة ولا هي بس لصاحبها الإلكترونية؟ أكيد ضارة لأنه هذا عم إذا كان في البيئة المغلقة أكيد بتضر هي، صحيح ما إلها ريحة احتراق يعني ولا يعني شيء احتراق يعني عم تصير نتيجة الشرارة، بس ما عم نعرف شو فيها بقلبها يعني شو محطوط فيها، شو هي مضبوطة يعني شو محطوط فيها مواد ما بنعرف والله يعني. ما حدا بيعرف شو محطوط فيها بس طيبة ما بنصح حدا يجربها. لا طيب في صورة هيك حلوة يعني مرتبطة بذاكرتنا، هو صورة الجد أو الجدة عم يشربوا غليون نفس تمباك بالي غليون نفس تمباك وهذا أكثر شيء منتشر بالساحل، فهل تمباك هذا اللي ما فيه إضافات يعني طبيعي طبيعي تماما كمان له اضرار خاصه على الاحفاد اللي بيكونوا ملتفين حول الجد او الجده؟ شيء اكيد لانه ريحه هذا هو اصلا ما كثير بيطلع دخنه يعني ريحه هذا التمبك هو وبده يسحب كثير لحتى يطالع القليل يعني فالشخص بيبقى هو عم يجهد الرئه تبعه وهو المتضرر الاكبر يعني بس بالمكان المغلق اكيد في ضرر على البقيه، وهذه لا تصلح في مكان مغلق، هذه بدها مي وبدها بحرة وبدها يعني بدها أجواء مفتوحة خضار يعني بدها جو صيفي يعني هلا طيب معناتها فينا نقول إنه البلد لما بيكون هو سانن قوانين صارمة هو بيقدر فعلا يمنع السكان من موضوع تناول الدخان، يعني بيقولوا كل ما تضيق يعني إطار مكان التدخين فعلا الناس بتصير باللا شعور بتخفف تدخين وبنلغي التدخين السلبي وقت نمنعه بالأماكن بالمطاعم بالحافلات حتى بالسيارات الخاصة إذا ما منع بيحمي الأفراد الأسرة لما بيكونوا مع الأب أو مع وبيحمي السيارة مع السائق ما تنحرق يعني وبيحمي السيارة ما تنحرق، فالقوانين هي مهمة جدا حتى أنه الناس
تنضبط او تلتزم. هي عاده اجتماعيه يعني. انا كنت في السعوديه فتره طويله يعني، وهنيك بيدخنوا كثير يعني، بس اللي حاصل انه بالمجالس ما بيشربوا يعني. بدنا نتشكرك دكتور علي كمال الدين، شكرا لك. شكرا للمعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكر موصول لكل اللي كانوا معنا بحلقه اليوم. بذكركم بتقدروا تزوروا موقعنا على الانترنت سيريا دوت في، وعلى منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. ضلوا بخير، الى اللقاء.